وخليني اتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني كتير قوي مننا بنبقى قاعدين مع بعض كده في قاعده وبنتكلم في اي موضوع او بنتكلم عن اي حاجه حابين ان احنا نعملها، سواء سفر او نشتري حاجه او نفتح التليفون نلاقي الحاجه دي موجود اعلانها ايا كان بقى ايه هي. فمن كام يوم اعلنت شركه ميتا ان مستخدميها من الاتحاد الاوروبي هيقدروا ان هم يملوا زي نموذج كده لاستبعاد بياناتهم عند الشركه من استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي. يعني البيانات اللي احنا بنشاركها او بنتكلم فيها كل ده بتقوم شركه ميتا ان هم بياخدوه عندهم في الباك لوج كده عشان يدربوا الذكاء الاصطناعي بتاعهم، لكن في نفس الوقت الخاصيه دي مش هتكون متاحه للمستخدمين في الولايات المتحده. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى هنا، هل من حق شركه ميتا استخدام الصور على فيسبوك وانستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟ هل من حقهم ان هم يستخدموا معلوماتنا صحيح. اللي احنا مش موافقين ان هم ياخدوها او نشاركها بيهم عشان يدربوا الذكاء الاصطناعي؟ ده بيحصل كتير جدا، بس انت اكيد كلنا تعرضنا، حضرتك او حضرتك اتعرضنا للموضوع ده، واحنا بنفكر في حاجه تلاقي اعلانات كتيره جدا ومعلوماتك اللي انت بتحطها على حسابك الخاص على فيسبوك او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي بيتم استخدامها. عايزين نعرف تفاصيل اكتر بشكل علمي من المهندس شريف اسكندر، استشاري تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. طيب حضرتك طيب وبالصحه والسلامه. بدايه، هل من حق شركه ميتا استخدام الصور على فيسبوك وانستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟ هل ده حق ليها انها تستغل معلومات شخصيه بدون اذني؟ ما هو حضرتك في الاساس اديتها اذن ضمني. يعني لما اشتركت في الخدمه في بيبقى دايما في كده صفحه طويله جدا اسمها تيرمز اند كونديشنز اللي هي شروط الاستخدام. وكلنا لما بنعمل حساب في اي منصه بيحط لك كده علامه صح تدوس عليها وبعدين تقول اكسبت اند كونتينيو. بنعمل اكسبت من غير ما نقرا حتى ونعرف ايه الشروط دي. بالظبط، من غير ما نعرف ايه الشروط دي. فدي اول غلطه بنقع فيها. طب ان احنا بنوافق على الاستخدامات اللي هم محتاجينها طبقا للشروط دي. طيب لو هو كده الموضوع ليه دايما بيتم استدعاء مارك زوكربيرج صاحب شركه ميتا في الكونجرس الامريكي عشان يقوموا باستجوابه عند استخدام هذه المعلومات الخاصه او البيانات الخاصه بالمستخدمين؟ ما هو الفكره بقى فين؟ الفكره ان في شقين هنا. في شق بيقول انه الشروط الاستخدام اللي الناس كانت ماضيه عليها بقى لها سنين لم تذكر صراحة موضوع الذكاء الصناعي. وعشان كده دلوقتي الاتحاد الأوروبي أخذ قرار وسن قانون إنه لا يجوز الاستخدام في الذكاء الصناعي بدون موافقة صريحة لموضوع الذكاء الصناعي. فده الشق الأول. الشق الثاني إنه عملية التدريب بتاعة الذكاء الصناعي بيتم التدريب على أكثر من شق من البيانات. يعني مثلا على سبيل المثال في استخدامات اللي هي بتاعت الصور علشان ان هو يعرف بعد كده يعمل مثلا ذكاء صناعي توليدي، يخترع صور، يخترع اشكال، يخترع حاجات. ده احد انماط الاستخدام. لكن في كمان استخدامات اخرى الذكاء الصناعي بيتم ان هو ايه استخدامه في عمليات التصنيف السياسي. فمثلا النهارده احنا كلنا قاعدين بنتكلم على موضوع معين مضايقنا هنا في مصر. الذكاء الصناعي بيتعلم من الموضوع اللي مضايقنا ده ويبتدي ان هو يطرح المواضيع دهيت لبعض الناس اللي هم بيقوموا بابحاث سياسيه او حاجه لاستخدام الحاجات دي في اغراض الضغط السياسي على المجاميع اللي موجوده. الخناقات اللي بتحصل مع مارك زوكربيرج في الكونجرس في امريكا في اساسها خالص خناقات على اللي بيحصل في الانتخابات الامريكيه. ليها بعد سياسي. لانه المنصه بتاعت ميتا او فيسبوك بالتحديد كانت في الانتخابات الماضيه لعبت دور مهم جدا. وكان في كلام انه حصل اختراق لبعض الخوارزميات بتاعتهم وانه في بعض المجاميع بتاعه المحترقين الروس هم قدروا ياثروا على نتائج الانتخابات وكده.
طب باشمهندس شريف، انا عايز اسال حضرتك يعني في بدايه الكلام او الخبر، يعني في شركه ميتا اعلنت انه مستخدمي المنصات دي في الاتحاد الاوروبي هيكون ليهم فرصه ان هم يملوا نماذج استبعاد بياناتهم عن استخدامها وتوظيفها في التدريب الذكاء الاصطناعي، وفي الولايات المتحده الخاصيه دي مش هتكون موجوده. يعني ليه ده حصل؟ وكمان احنا فين بقى من ده كله؟ يعني احنا في المنطقه العربيه ازاي نحمي خصوصية مستخدمي أو الحسابات الخاصة بفيسبوك وإنستجرام بشكل ما يحصلش فيه توظيف لمعلوماتنا الشخصية بشكل احنا مش عايزينه؟ أيوه، هو حصل في الاتحاد الأوروبي لأن في قانون طلع في الاتحاد الأوروبي بيلزمهم على ذلك. أمريكا لم يصدر فيها قانون بعد. تمام. فهو علشان يشتغل في البلاد دهيت اضطر دلوقتي إنه يرضخ ليه القانون اللي تم تشريعه في الاتحاد الاوروبي اللي بيقول الكلام ده. احنا فين بقى في المنطقه العربيه في مصر؟ لا، احنا في المنطقه العربيه لم تصدر اي تشريعات خاصه بهذا الموضوع لغايه دلوقتي. وخلي بالك انه القصه بتاعت التشريعات الخاصه بمجالات المعلومات احنا عندنا هنا فيها يعني مش هنقول قصور بس متاخره شويه. ومتأخرة لأنه بيتم يعني التعامل مع القوانين دي والتشريعات دي من قبل، مش هقول لك من قبل الجهات الشرعية، من قبل الجمهور ومن قبل الشعوب نفسها، إن دايما بتبص للقوانين الخاصة بتداول المعلومات أو باستخدامات الإنترنت وكده بتبص لها بريبة شديدة جدا على إن دي الهدف من وراها مش حماية خصوصية المستخدم، إنما الهدف من وراها حجم معلومات وحاجات كده. فهي بتبقى يعني قضيه شائكه جدا بالنسبه للمستخدمين وبالنسبه للسلطات التشريعيه. صحيح. بان ازاي يصل الى نقطه اتزان تحمي الناس وتحقق مصالحهم، وفي نفس الوقت يعني تبقى متخذه من منظور ايجابي من قبل. صحيح. من قبل وهي هي دي المعادله الصعبه، وزي ما حضرتك قلت في قصور تشريعي للاسف في مصر وفي منطقتنا العربيه فيما يتعلق بتداول المعلومات الخاصه عبر الانترنت. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، المهندس شريف اسكندر استشاري تكنولوجيا المعلومات.